مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من التحضير لاختبار الجنسيه. الحلقه رقم 4 راح نتكلم سريعا زي ما حكينا وعدناكم بتفصيل عن الكتاب اللي هو ديسكفري كندا. اليوم حنتكلم عن الهيستوري وحنبدا من صفحه 14. طبعا هون بحكي اول شيء مين كان ساكن في كندا قبل ما يجوا الاوروبيين. اللي كانوا ساكنين اللي هم نسميهم احنا الابوريجينال بيبل او السكان الاصليين لكندا، معظمهم كانوا شغالين على الفلاحه والزراعه والصيد والامور هاي. في هون عده اسماء مش لازم تحفظهم كلهم، الهيرون ويندت هدول كانوا عند منطقه الجريت ليكس ريجن اللي هي جنب تورونتو والامور هاي. الإيركواز هذول برضو موجودين وكانوا يعيشوا على كلاهما، كانوا يعيش على الزراعة والصيد. بعدين الكري آند دين هذول نوع آخر من السكان الأصليين، هم قبائل كانوا يعني كانوا عايشين في الشمال وكانوا عايشين على الزراعة على الصيد وجمع المحصولات. والسيوكس هذول برضو عايشين في منطقة اسمها نوميديك، وطبعا كانوا عايشين على صيد الثيران البريه او البافالوز بيسموها، وعندهم كان يجمعوا البافالوز. والانويت اللي هم حكينا عنهم سابقا اللي هم عايشين في اقصى الشمال في المحيط او في القطب الشمالي، وعايشين طبعا على الفيشنج اللي هو السمك او صيد السمك، وطبعا على الصيد بشكل عام. زي ما حكينا هم كانوا جروبز يعني قبائل وعايشين بهاي المنطقه. لما يجوا الاوروبيين على كندا، يا جماعه هذا موضوع الهيستوري اصعب يمكن جزء، ونحن نفصله تفصيل بحلقات، لكن يعني خليكم مركزين في هذا الجزء لانه هو شوي معقد. لما يجوا الاوروبيين للاسف جابوا معهم امراض وفيروسات، احنا بصير عندنا مناعه في الجسم، بس السكان الاصليين ما كانوا متعودين على هاي الفيروسات، فكتير ناس صار عندهم ديزيزز امراض زي الجدري والامور هاي، ومات منهم ناس كتير. ناس بيحكوا انه عن عمد، طبعا في ناس بيحكوا انه مش عن عمد، ولكن مات فعليا ناس كتير بسبب هذه الامراض اللي ما كانوا متعودين عليها. لكن ومع ذلك صار في زي تفاعل بين السكان الأصليين والأوروبيين اللي كانوا يجوا، من ناحية التجارة، من ناحية الديانات، ومن ناحية حتى العسكرية، حنحكي عن هذا الموضوع. طبعا صار في شغلة مهمة جدا اللي هي Fair Trade Era أو وقت تجارة أو ازدهار تجارة الفرو بين الناس، فرو الحيوانات، لأن الأوروبيين كانوا يحبوا الفرو، وهون موجود كتير الحيوانات في الصيد، فكانوا مش مقدرين السعر، كانوا يشتروه ببخس بأسعار بخسة ويبيعوه في أوروبا بشكل كبير. جون كابوت حنحكي عنه هلا، هذا مهم جدا تحت، وهذا برضه جاك كارتي حنحكي عنه الآن. الآن طبعا بدأوا الأوروبيين يجوا فعليا الفايكنجز، طبعا ما اتوقع انه يجي سؤال، هم كانوا عايشين في ايسلند سوري، اللي هي قريب كثير من منطقه او جرينلاند. كانوا عايشين الاف الف سنه تقريبا، وصلوا للمنطقه اسمها لابرادور في شمال كندا اللي هي نيوفاوندلاند لابرادور، ولكن ما عملوا يعني مستعمرات لهم او مستعمرات قليله جدا. الاوروبيين بداوا يجوا في سنه 1497، هذا يعني التاريخ مهم. ليش؟ لانه في واحد اصله هو ايطالي لكنه جاء مع حمله بريطانيه اسمه جون كابوت. هذا الاسم لازم تحفظه لانه هو اول من رسم خريطة لشرق كندا، أول من رسم خريطة لشرق كندا جون كابوت، هذا الاسم مهم جدا. الآن بعد جون كابوت في من حوالي 1534 ل 42 في واحد اسمه جاك كارتيه، هذا برضو اسم مهم جدا، وحتى الكيبيكوا يعني بيهتموا بالاسم هذا وهذه صورته، فرنسي هو.
إجا برحلة وحط حاله في أمريكا الشمالية، واعتبر إنه هذه الدولة ملك لملك فرنسا فرانسيس الأول، وسماها خلاص ملك فرنسا. وطبعا كان معاه ناس تكلموا لغات، سمع من الإيريكوان ووردز، يعني من هدول السكان الأصليين سمع منهم وورد، وهذا مهم جدا ممكن تجيك. كناتا، كناتا اللي معناها بلغتهم فيليج، قرية. أوكي، ومن هذاك التاريخ تقريبا إلى الآن إجا اسم كندا على الخريطة. فاسم كندا مش حيسألوك التاريخ اللي إجا فيه اسم كندا، بس حيسألوك من وين إجا، من كلمة كناتا اللي هي بالإريكواز معناها قرية، فيليج. طبعا هو سمع كناتا كناتا قال خلص هاي كندا كندا، وبدأ الموضوع. طيب الآن زي ما حكينا، هم الفرنسيين يجوا وبدأوا يعملوا أماكن لهم. في واحد مشهور اسمه سامويل دا شامبلين، هذا يعني برضه هذا الاسم الثاني تبع الفرنسيين، الأول جاك كارتيه اللي حكينا عنه، وهذا الثاني هو أول من إجا على منطقة اسمها ديمين أو في أمريكا. بعدين المهم دخل على أكيديا في نوفا سكوشيا في 1608، تاريخ مش يعني مهم. هو بنى شامبلين أول قلعة في أمريكا الشمالية، وكانت اللي هي هلأ اسمها كيبيك سيتي. فكيبيك سيتي هي أقدم مدينة فعليا موجودة في شمال أمريكا، عمرها أكثر من 400 سنة. بلش هذه زي قرية صغيرة وقلعة، يعني عمل مش قلعة، هي عمل لها قصدي حصن اللي فور فورتيس فورتريس اللي حصن. أوكي، طبعا تغلبوا بالجو زي ما كل واحد بيجي جديد، لكن الشامبلين عرف يعمل صداقة مع ناس من قبائل الناس السكان الأصليين اللي هم ألغونكون ومونتوجينيس وهيرونز. أوكي، وعمل معهم علاقة جيدة، وهدول كانوا ضد الإيركواز، يعني مع حرب ضد الإيركواز، خلينا أحطه بلون آخر. أوكي، نعمل هيك عشان تشوفوا إنه في إشي حرب مع بعض. المهم بعد فترة عمل هو تحالف من خمسة، بعدين صاروا ست قبائل أصلية من قبائل السكان الأصليين، وكانوا يحاربوا الإيركواز. وفي 1701 عمل معاهدة صلح مع الإيركواز، يعني ما بعرف هاي إذا بطلبوها ولا لا. الآن الفرنش والأبروجينال زي ما حكينا عملوا علاقات خاصة تجارية بالفير تريد اللي هي تجارة الفرو. أوكي، وهاي طبعا في بأوروبا كانت مهمة جدا، وأكثر ناس عملوا اللي هو جنتالون، مشهور جدا، بيشب لافال اللي باسمه مدينة لافال. وطبعا هدول أكثر ناس عملوا مع شو اسمه تريد. وبعدين إجا موضوع الهادسون باي، حنحكي عنه شركة كاملة، وكانوا هم شغالين من الهادسون باي جولف للمكسيكو جولف، يعني من الشمال للجنوب تقريبا ماسكين الموضوع. واضح لحد هلا؟ احنا اول شيء انديجينس، بعدين اجوا الفرنسيين. اوكي، في 1670 الملك تشارل الثاني ملك بريطانيا اعطى شركة هادسون باي اللي كانت موجودة في منطقة مونتريال. هادسون باي هذه اسم يمكن اللي عايش في كندا بيعرف، في زي سوبر ماركت او شيء بيبيع اواعي. اوكي، اعطاهم ملكية التجارة مع السكان الأصليين لمدة 100 سنة. فكانت هاي يعني أغنى شركة في كندا لساعتها،
وكان مقرها مونتريال. اوكي، فمن هون اجى الاسم. طبعا هادسون باي سميت على اسم المكان اللي موجود في شمال كندا. وطبعا صار في ناس بتناقلوا البضاعه عن طريق النهار، وهدول كانوا يسموهم فياجر، او فياج معناها الرحاله، او بالفرنسي كوريه دبوا، يعني الناقل البريد بالقارب، وعملوا علاقات جيدة مع السكان الأصليين. طبعاً البريطانيين كانوا موجودين، بدأوا يدخلوا في أمريكا اللي هي هلأ أمريكا، بأمريكا الشمالية بشكل عام، وعملوا طبعاً population جديدة أكثر من فرنسا. أوكي، صاروا يجيبوا ناس، واللي هي كان مسمينا هون نيو فرانس، هذا الاسم كان تبع المنطقة هون، بس البريطانيين زادوا الناس في السبعينيات. صارت مشاكل كتير بين الفرنسيين والبريطانيين، بدهم يحكموا المنطقة. فهون نقطة التحول اللي صار في معركة في 1759 بين البريطانيين والفرنسيين، فاز فيها البريطانيين على الفرنسيين في معركة اسمها بلين دا أوف إبراهام في منطقة كيبيك سيتي. كيبيك سيتي كانت فرنسية أيامها، وفي مساحة هيك اسمها أو ساحة هيك بلين دا أوف إبراهام موجودة على النهر، صارت فيها معركة وفازوا فيها البريطانيين، وبالتالي استولت تقريبا بريطانيا على الـ شمال أمريكا. أوكي، طبعا الكماندرز البريطاني جيمس وولف، والكماندر الفرنسي مونت كالم، اثنين توفوا اللي هم رؤساء الجيوش في هذيك المعركة، توفوا في المعركة. إذا حكينا السكان الأصليين، يجوا الفرنسيين، بعدين البريطانيين، شوي شوي صارت معركة مهمة فازوا فيها البريطانيين، وبالتالي البريطانيين صاروا المسيطرين على كندا، حتى على شمال أمريكا اللي هي الولايات المتحدة اللي هلأ. لما صار في فرنسيين موجودين، الحكومة البريطانية اللي في بريطانيا عملت سمت المنطقة هاي باسمها Province of Quebec، سموا اللي هي اسم كندا Province of Quebec. ففعلياً الاسم هذا بدأ ينتشر، وأعطوا الفرنش كاثوليك بيبول، كانوا يسموهم السكان الفرنسيين بالهابيتانس أو المواطنين، الأور كانوا يسموهم كنديانز. أوكي، وطبعا الأغلبية كانت من الإنجليز البروتستانت، وكانوا محكومين منهم. طيب هون البريطانيين زي ما حكينا صاروا أغلبية في البرلمان البريطاني اللي في بريطانيا في لندن، عملوا أكت، هذا لازم تحفظوهم الأكت يا جماعة، لأنه راح يمر علينا أكثر من واحد، اسمه كيبيك أكت في 1774. المعركة صارت زي ما احنا حكينا في 59، يعني بعدها بكم سنة عملوا أكت بسموه كيبيك أكت. وهذا الكيبيك أكت شو أعطى؟ أعطى زي أول قانون لكندا تقريبا، اللي هو بسموه Foundation of Canada. الكيبيك أكت أعطى الحقوق للبريطانيين في في المقاطعة هاي أو المنطقة هاي، وخلى حرية الديانة، بما أنه الفرنسيين كانوا كاثوليك وهدولاك بروتستانت، أعطوهم حرية الديانة، أعطوهم القدرة على أنهم يدخلوا في الحكومة ويأخذوا public offices، يعني يصيروا مدرسين وقضاء وهذا، وبس كله تحت الحكم البريطاني. وبرضه رجعوا الفرنش سيفل لو أو القانون المدني الفرنسي
بينما القانون القضائي كان للبريطانيين، أو القانون القضائي حسب القانون البريطاني. أوكي، الآن بعد الكيبيك أكت شو صار؟ صار شغلة مهمة جداً اللي هي بداية الثورة في الولايات المتحدة، أو ما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أيامها بريطانيا. ثاروا الثوار على الحكم البريطاني وقالوا إحنا بدنا نستقل، بدنا نسوي دولتنا اللي هي هلأ الولايات المتحدة. ففي 13 ولاية في الجنوب، جنوب كندا، ثاروا في 1776 وبدأت إنشاء الولايات المتحدة. عشان هيك لما بتشوفوا العالم الولايات المتحدة في 13 خط اللي هم الولايات اللي بدأت موضوع جمع الولايات المتحدة. أوكي، لحد هلأ كندا ما كان اسمها كندا، شو كان اسمها؟ Province of Quebec. أوكي، وهدول عملوا استقلال Independence وصار اسمهم The United States of America. أوكي، الآن طبعاً هم بدهم يتوسعوا، فصار بهذا الوقت زي نزاعات خفيفة يعني بين الحكم البريطاني، البريطانيين اللي حاكمين في الشمال وباقي الولايات، وبين هذه هدول الاستقلاليين اللي استقلوا عن بريطانيا. في هذا اليوم أيام في 40,000 واحد لويال، يعني إله ولاء للتاج البريطاني، سموهم the loyalist. loyalist هاي الكلمة مهمة، هربوا من أمريكا أو من الثورة في أمريكا ويجوا معظمهم على نوفا سكوشيا وكيبيك. أوكي، واحد اسمه جوزيف براند جاب آلاف من الموهاك إنديان، يعني جاب حتى الإنديجينس الموهاك اللي كانوا في أمريكا، جابهم معه على كندا عشان هون يساعدوا في صد الاستقلال تبع أمريكا أو الناس اللي عايشين في أمريكا. طبعا اجى معاه ناس من 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 الالمان ومن البريتش ومن الاسكندنافيان ومن الدول الاسكندنافيه، وناس اجوا مسيحيين وبروتستانت ويهود وكاثوليك من كل الاديان. جاب معاه ناس كثير وناس اجوا اللي هم 40,000 تقريبا هربوا من الاستقلال، قال لك احنا لا نضل مع بريطانيا اقوى. هلا في حوالي 3,000 واحد اسود، يعني ذو بشره سوداء، سموهم بلاك لويالست، هربوا من العبودية وإجوا على كندا عشان أو على الشمال عشان يأخذوا حياة أفضل، ولكن للأسف أعطوا أراضي سيئة للزراعة ولم يستطيعوا أن يعيشوا. ففي سنة 1992 حوالي أكثر منهم راحوا على قطعوا المحيط وراحوا على أفريقيا على سووا منطقة اسمها فري تاون في مدينة دولة سيراليوم واللي هي العاصمة هلا، ومغاد بدأت الفريد سليفز، يعني التحرر من العبودية. طيب هذا حنحكي عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة اللي هو بداية الديمقراطية في كندا. إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم من هاي الحلقة. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وإن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة، وسلام للجميع وفي أمان الله.